هو مفاجأة يا صاحبي. بص انا هعمل لك هنا الزرار يفتح رونتيرا، خايف اعمل انستول اعمل لها ابديت لفالورنت تتحط لي جنبها ولا حاجة، تلاقي فالورنت ورونتيرا. هاجي اعمل اي حاجة تلاقي دوست على فالورنت لان داخل جوه الجيم. بسم الله ما شاء الله. صبر، هو الميتا بتاعته ايه بس عشان هو جانجل يا اسطى، مش عارف ده بقى نظامه ايه بقى. اهلا بيك في الجولد يا صاحبي. اهلا بيك يا صاحبي. يا اسطى ده شكله مش جولد يا اسطى، الايلو دوت شكله كده يعني ما بشرش بالخير خالص. انت تلعب بهذا التشامبيون المعتمد على التيم في هذا الايلو العقيم؟ هخش هفن كده شويه، بس اول جيم في البليسمنت يا صاحبي. اهلا بيك في مش عارف ايلو ده ايه بصراحه، بس قشطه شكله جولد يا اسطى. اهو جولد طلع وفي جولد. طب بنختار ايه هنا يا صاحبي؟ سؤال انا؟ اختار ازرق ماشي. يا زلمه اخترت انت. بقالي كتير يا اسطى ما لعبتش جانجل يا اسطى. البنج ماله يا صاحبي؟ بقاله عدنا اليكم من جديد يا شباب في اول حلقه في البليسمنت، مش عارف ده السبليت التاني تقريبا. هنكمل في الرانك اصلا نلعب البليسمنت نشوف ايه الكلام مع وي بتمس علينا. هو ماله يا اسطى؟ الو ماشي، ازيك يا صديقي؟ نايس. الو يا اسطى الكيو بتاعتك يا اسطى ولا المره الجايه بقى؟ انت بتقول حاجة يا اسطى على ايفرين يا اسطى؟ ابيلتي ده ولا ايه؟ مش ابيلتي ولا حاجة، البوش بتاعتي بتخلينا نعمل ده مش والله يا اسطى. هو انا عادي فاهم، بتشل فاهم، التيم خسران الدنيا بايظة عادي فاهم، بيس. لا يا اسطى مشيني يا صاحبي، مشيني يا اسطى، نيفر مايند. لا فلاش نهدد واحدة زون سينا. دين واحدة زون سينا. سيلبرتو واو. لوب يا نور. رب يكون الولا جاكس ده بتاع المرة اللي فاتت عشان ندوس على وشه فاهم. احبابي عدنا اليكم من جديد يا اسطى بشيكو. امال هو ايه صح؟ ده البتاع اسمها ايه، ميتا الجديده. ميتا ايه يا صح؟ هو ايه اللي بيحصل يا اسطى؟ الناس دي بتعمل ايه يا اسطى؟ ما بيخليش منين يوصل للطول بتاعه. ما هو هيجي زاكي يا اسطى يمس على فخاده يا اسطى، هو وجاكس. ما هو ممكن نمس، ممكن الاتشيو بتاعه كام؟ معاه ايه؟ لا استعمله نايس. ايوه طلع اهبل. خلاص هو مات يا اسطى، مش قادر انت صح؟ هروح يا اسطى، هروح هو هيرجع قبل لما اروح له هيرجع. وانت معاك كيو بقى اتفاجئ. هو انا حاسس ان هو هيطمع في البليت ممكن. بص هو ضايع ليه بتاعك؟ هيطمع في البليت. هو الو مش فاهم يا اسطى بيعمل ايه يا اسطى. لا ايه الله يا اسطى. بوم خد يا اسطى، خد العب معاه، العبوا مع بعض. قتلوا اوي ايه مجرم ميد لين ده شامب مكان يا ايه ده في توب بوت لين. نهار ابيض كانوا شايفينك يا مفاجأة مش كده. رجعوا تاني ويرجع تاني. دخلش حركة حلوة كل حاجة يا اسطى وتحترم، بس انا همشي يا اسطى. سعد يا اسطى ابو الصحاب سامعني يا اسطى؟ النت بشرية يا مساعد الحال يا رب. شكلها البقى خلصت يا اسطى، هي جت لاخر مرة 75 يا اسطى في المية. ما لا ما هو اخر السنة بقى بتجيب هنا 75% وبعد كده كل توفى على رحمة الله.
في ريزن جيمز عارف ايه يا صاحبي، ما انا اللي كنت طلعت يا صاحبي، انت لاش. عدنا عليكم من جديد شباب. الجيم اللي فاتت دي النت قطع فيها، مش النت اللي قطع، الباك خلصت فيها، فحظنا كان لطيف قوي بصراحه. انا مش عارف هم ادوني كام، حوار البروفايل دوت بقت اللعبه بقت غريبه قوي بصراحه. وانا كنت كام اصلا الاول؟ انا كنت سيلفر 2 حاجه صح. اوكي مش عارف ايه اللي حصل، بس انا اخدت بان اكيد يعني. رانكت سولو دي ده. والله كنت حاسس ان اخد بان والله. طب اقنعه ازاي يا اسطى للنت قطع ساعتها يا اسطى؟ خلاص يا اسطى نروح ونرجع بقى لما نخش الجيم باذن الله يعني. ربنا يسهل كده ويعدي العشر سنين دول على خير. بقالنا قد ايه يا اسطى في بقالنا كتير قوي يا اسطى، قاعد مستني بقالي كتير قوي. المهم بنلعب بتاليه عشان شيكو اتبند من الانمي تيم، والانمي تيم بتاعنا يا اسطى حاجه منتهى السادية. انا ما اعرفش شيكو او بي قد ايه دلوقتي، بس انا كنت عايز هو احسن بالنسبه لي من تاليه. بس ده هدفنا حدفه وحش قوي يا صاحبي والله، وخصوصا كمان ان انا كنت خسران اول خسران الفتره اللي كنت فيها في الجولد ديت، جولد 2 ده، فالدنيا باظت خالص. اللي هو ايه، كان عندي اصلا لوز ستريك وحش، والوين ريت بتاعي كان ساد قوي بصراحه. كي ايزي ليفل 3 معانا جانا توب. واو نايس، انا لسه اول مره اخد بالي اصلا. اوكي فيرست بلود. ترى لسه بقى اعرف بلعب بتاليه ولا لا يا اسطى؟ يا اسطى اللي بيتفرجوا عليا يا اسطى بيبص، انا في كميه فليم دلوقتي اللي هو ايه، بقى اصلا كتير قوي ما لعبتش. كل شويه ما اخش جيم رانك اجرب شامبيون جديد. الوين ريت بتاعي بقول لي ارحمنا ابو سيدك. كذا كذا انت فين يا صاحبي؟ يلا بينا ابو الشباب. ازيك يا صديقي؟ ازيك يا صديقي؟ لا الفلاش. طيب الفلاش يا صاحبي. فيورا كانت لو قوي لول. جي جي فيورا بيعمل لي بنجات. جي جي يا اسطى. بس اللي هو الوحيد اللي حسيته كويس في اللعبه يعني هو الولا فيجا. باقي التيم بقى يلا يلا بقى فاهم، جونكست جونكست جونكست، او ان هم داخلين بقى ايه يلا يا صاحبي فاهم، كده كده خسرانين فمش فارق معاهم. اوكي نفتح التشيست دوت ابو الصحاب، نفتح بس البتاع ده الاول. ماشي ماشي ديسنشنت. يلا اللي بعده تشيست افتح. كوزميك. عدنا عليكم من جديد يا شباب تاني في جيم تانية، بس المرة دي بقى دخلنا بشيكو الحمد لله. مش عارف ليه بيرما باين كده في كل الرانك، مش فاهم هل هو وبي فعلا للدرجة دي. ما عادش بقى يتابع أي حاجة يا اسطى، حاجة منتهى السيادة والله. ما عادش بتفرج على الباتش نوتس ولا أي حاجة. إن شاء الله إن شاء الله يعني ناوي السبليت دي تطلع فيها بلات إن شاء الله يعني، محدش قال إزاي بس يعني ناوي إن شاء الله. البوت بتاعنا شغال اهو ان شاء الله، which is nice. جابوا فيرست بلاد. ممكن اروح اعمل جانك هنا في السريع كده، احاول اخد منه اي حاجة. حاول. ازيك يا صديقي؟ حيتش يا اسطى جيبه يا اسطى ساد. تقريبا كان في وردة هنا وهو واخد باله، لان هو مستحيل يرجع بالسرعة دي. عايز اخد منه فلاش ولا اي حاجة ساد. ليليا يا عم، ليليا يا عم، يا عم ليليا يا عم، يا عم ليليا يا عم، واكشن يا عم. يا نهار ابيض شباب والله كبرت الموضوع. ازيك يا صديق؟ ولد استنى اقعد اديك اجنايت يا ولد، مش هتموته ساد يا اسطى. ماشي قلت البويزن يمكن يعمل حاجة. جابتها. طب حلو والله نايس عاش. طب انا جاي لك يا صاحبي يلا بينا. كان معايا جولد كتير وعايز ارجع. لاي 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 لاي. خد يا صاحبي خد ولد، خد اقول لك يا ولد. لا
بس ما تفايدوش ليلي يا اسطى. بقت 4-1 بقى 4-2. نايس. الحصان امسكوا الحصان. 4-2 ليلي. عاش يا رجاله. هلقاها منين ولا منين يا اسطى؟ ابو الصحاب هاي نقادم نقادم. الله يا صديقي. ساعدني يا اسطى. واو يا اسطى سبليت مبشر بالخير يا ابو الصحاب. نلعب بشيكو تاني. المرة دي ما اتبنتش الحمد لله. جاكسي بتهور. جاكسي بتهور احبابي. استا يعني هو ضرب ايه كده عشوائي؟ معقولة يا استا؟ حاجة ممتازة السعد والله. اما كان في ورد هنا مش عارف يا استا. فين واقف مش عارف بعمل هنا يا استا. ازيك يا صديق؟ ايه يا اسطى انا مش عارف. طلع غبي فعلا. طلعت الايه اللي هو ضربها في الاول دي كانت اللي هو محض صدفه كده. راح فين يا اسطى؟ يا اسطى هموت يا اسطى. ما معيش حاجه يا صاحبي والله. لا انا لسه عايش يا اسطى. كولي يا اسطى. لا الواد ده ياخد احلى اونر مني بصراحه يا اسطى. كولي يا اسطى اتغبى قوي اللي هو. طب انت داخل عايش؟ ما انا معيش حاجه اعمل بقى اي حاجه خالص. حد يكلم حد. خدني يا اسطى. خدني فعلا يا اسطى. والله الجرام راحت عليا. بس في كل زينه يا صاحبي ولا ايه القلاع؟ يا صديقي انا بهزر يا صديقي. مالك يا صاحبي كده معالي بستة؟ ممكن اروح انا هنا شوف ايه القلاع. اللي ماتت دي يا اسطى. سعد يا اسطى هروح البوكس بتاعي كلهم هيجيبوا. تعالى بس. الوحيد اللي انا دوست قلت بدري قوي. المفروض كنت ادوس قلت هو نازل ما يشوفش ان هو بس شايف الحماس اخدك يا صاحبي. شايف الحماس اخد اهو بسرعه. A few moments later. يلا بينا يا غالي. ازيك يا صديقي؟ كلهم بتاعي او بي. نايس. بس كده معيش فارم خالص. الفارم بتاع زبالة.
اوكي يا اسطى، جاكس بيدوس ايف يعني من مكان كده اللي هو عادي يا اسطى، الاي بتاعته عادي اللي هو عادي ندوس ايف يعني ما ندوس ايف. المشكلة الموضوع مضايقني يا اسطى لسبب ما مش عارف ايه. وات ايفر يا صاحبي، فكرني يا اسطى بالحاجة الحوار اللي هو اللي انت لما تيجي تلعب شامبيون ما حد ياخد المين بتاعك وينزل يلعب بيه وتلاقيه بيمس السكيلات، اللي هو يعني انت بتعمل ايه؟ انا تسعة. انا اوميجا فات يا اسطى، محتاج اعمل حاجة بالليد دي بصراحة. عايزين نبوش نعمل اي حاجة. انا اخد فيفت جايلك يا اسطى، جايلك يا اسطى وقرفت منك يا اسطى. لا هتجيبهوش يا اسطى. فلاش الت. انا مش هينفع تيم فايت معاهم خالص يا اسطى، خالص في تيم فايت مش هشتغل معاهم خالص. لازم اروح سبليت بوش اشوف اي لين اعمل اي، اخد الجانجل على الاقل في الون في وان انا اعرف يعني في الغالب اعرف اكسبه، انما تيم فايت مش هياكل يا اسطى. يا صح اللي بعده صح. الرد بتاعي صح. الو، هي البتاعة دي بتشوف بتجيبني يا اسطى؟ جبني وانا مختفي؟ مش عارف يا اسطى بصراحة، مش عارف شافني ازاي بأمانة يعني. بس ممكن تكون الفيجن كانت عليا قبل ما اختفي اصلا، ولا ده بج ولا ايه؟ مش عارف يا اسطى، اللي يعرف يقول لي في الكومنتات يا اسطى. مش هتيجي؟ ساعد يا اسطى، ولا حتى كلت انا عارف اجيبها. ازاي تكار التيم يا اسطى؟ طب اعمل ايه ولا عارف اسبليت بوش؟ حاجه منتهى الساد يا اسطى، انا هسبليت بوش بس بقى خلاص. اوكي كده الديفنت من شغال يعني، هما كلهم بيجوا تيم واحد مع بعض. روح لصديقنا مال زهار في التوب، محتاج سمايت بس عشان اشيل الشيلد بتاعه، بعد كده الدنيا تبقى حلوه. نيفر مايند يا اسطى، محدش يضرب الت حتى. سيبني على اضرب التي على سيبني على اضرب التي على فلاش. اول كلها يا سبحان الله، اول كلها يا اسطى منور الجيم. يا عاش يا ابني والله. ضحك، ولا عارف تسبليت بوش ولا عارف اخد اوبجكت. حاسس ان التيم هو اللي بيشدني يا اسطى، اللي هو فاهم احنا هنخسر فاهم، لازم تيجي. جي جي. عارف يا اسطى الجيم كانت حلوه، مفيش حد حتى بيساعدك ان هو ايه يعني يشغلهم شويه. لا ما هم اصلا كمان لدرجه اللي هم متفايدين، لدرجه اللي كل واحد معاه مثلا ايه، ده معاه 3 كيلات، ده معاه 4، بتاع اسمنا على التيم كله. بالرغم ان انا سبت شويه كيلات للتيم عندي، بس هم برضه ما فيش يا اسطى حاجه سهله يا اسطى. عرفتش سبليت بوش، دي الغلطه الوحيده اللي انا عملتها.
كده شباب الجيم اللي جاي ديت هتلاقيني ما بتكلمش كتير لان كنت مركز قوي في الجيم. كنا عايزين كنت عايز اكسب اي حاجه اللي هو ايه اي حاجه اكسب فيها خلاص، فكنت مركز جامد قوي في الجيم هجيبها لكم، بس هتبقى زي هايلايت كده في السريع كده. عملوا سرندر كتر التراي هارد بتاعنا، عملوا سرندر لا حق الله. انا كنت بلعب حلو انا والبوت بوتلين بتاعنا ويا سلبرتو 55 البي سعدني شوست. المهم انا شبه نوقف الحلقه هنا، خلصنا البليسمنت كده الحمد لله. هلعب شويه كده من غير ما اصور لحد ما اطلع الجولد تاني، ولما اطلع بقى في البروم بتاع الجولد اصور لكم تاني باذن الله، بس هرجع البروم بس بتاع الجولد تاني او اجيب لكم الاخر السريع كده يعني اصور، بس شباب فيكم من طريق قوي يعني عشان كده الدنيا بقت ساده قوي بصراحه. وبيس يا شباب، اشوفكم الحلقه الجايه. انا كويو كيتو شينجيس باريكا غا اومارو شتي اوريتاتشي او كويتيكو.